سمية الألفي تكشف تفاصيل إصابتها بورم نادر في الثدي والغدد الليمفاوية. ظهورها الأخير كان برفقة نجلها الفنان أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم ريتسا. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل المرض اللي بتعاني منه سمية الألفي. أعلنت سمية الألفي خلال مداخلة هاتفية أجرتها مع الإعلامي شريف عامر عن تطورات حالتها الصحية، وحكت إنه الأطباء استطاعوا استئصال ورم بالثدي والغدد الليمفاوية، وأكدت إنه الطبيب المعالج لإلها أخبرها إنه الورم نادر ومختلف عن الأورام السرطانية المعروفة. وخلال هذه الفترة بتواصل أصدقاء ومحبين سمية الألفي مع نجلها عمر الفيشاوي اللي بيجلس معها وبيتابع حالتها الصحية أولاً بأول. سمية الألفي كشفت عن استعدادها للبدء في تلقي العلاج الكيماوي منتصف يناير المقبل، وأعربت عن رضاها الكامل بكل ما تعاني منه، وأكدت أنه اختبار من الله ويجب عليها أن ترضى به. أثارت سمية الألفي خلال الفترة الأخيرة جدل كبير بعد ما غابت عن الصحافة والإعلام، وأعلن شقيقها عن تدهور حالتها الصحية، وسرعان ما خرج نجلها عمر الفيشاوي لطمأنت المحبين وأصدقائها عن حالتها، وحكى إنها أجرت عملية جراحية دقيقة. ظهور سمية الألفي مع نجلها أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم ريتسا ترجم البعض إنها بتدعمه في هذا اليوم بعد ما انفصل عن زوجته ندى الكامل. وبالرغم من حالتها الصحية الصعبة، لكنها حرصت على التواجد مع نجلها في هذا اليوم بعد ما كانت بتحضر زوجته مع كل الفعاليات الفنية. سمية الألفي أعلنت خلال الأشهر الماضية عن رغبتها في العودة للتمثيل مجدداً وإنها بتنتظر دور جديد عليها. كما تحدثت أيضاً عن الفنان فاروق الفيشاوي وحكت إنه تعرضت للخيانة منه في أول فترة زواجهم، ولكنها ظلت تحبه.